الحقيقه في الفقره دي عندنا كلام كتير في الكره المحليه والعالميه وامم افريقيا وامم اسيا ومعسكر النادي الاهلي في الامارات وطبعا هنعمل استرس اكتر على مشوار منتخبنا في كاس الامم الافريقيه. هنفتح كل هذه الملفات مع ضيفي اللي منورني في هذه الفقره الاستاذ محسن لبلوم الناقد الرياضي. يا صباح الفل على حضرتك. اهلا صباح الخير. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله بخير. تعال نبتدي برؤيتك ومشاهدتك لمباراه مصر والراس الاخضر الاخير. كيف رأيت هذا اللقاء؟ الحمد لله طبعا يعني لازم نشكر الاول موزمبيق يعني في مليون في المية بالظبط يعني ناخد لعبتهم بالحضن عمل واجب الحقيقة غير متوقع وفي الثواني الأخيرة طبعا طبعا يعني السيناريو اللي حصل في المباراتين في الجولة الثانية وتأهل منتخب مصر بالشكل ده ما بيحصلش إلا في السينما يعني حتى في السينما حضرتك طبعا أدرى منا في الكلام ده يحصل في السينما الهندية فقط يعني ده ما يحصلش حتى لو عملته فيلم عربي هيقول لك يا عم ده يعني ده تعبان قوي يعني تخيل لو حصل في السينما يقول لك إيه المبالغة دي يعني مش للدرجات دي يعني تجيب الجون وتتأهل وبعدين يجيب الجون بس ربك لما يريد بقى سبحان الله يعني وبعدين لما تلاقي منتخب غانا خلاص الموضوع منتهي يعني منتخب غانا كسبان 2-0 الموضوع منتهي ما فيش اصلا الفرق ما فيش يعني ما فيش مقارنه اساسا ما بين غانا وموزمبيق وبعدين تلاقي الماتش الناس مفكرها 2-0 تلاقي حد يعني شفتها حتى على الفيس واحنا بنتفرج على ماتش مصر افتكرت حد بيهرج والله يعني ان الدقيقه 90 الماتش 2-0 الماتش يخلص 2-2 وبالشكل ده والكره رايحه اصلا طالعه بره يجي حارس غانا مطلعها مكمله كده بنفسه فتيجي جون سبحان الله فالمشهد ده ما يحصلش الا في السينما وتحديدا في السينما عشان كده مش عارفين نفرح قوي بالتاهل على فكره ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه هو احنا ايه صابرين على المنتخب ليه؟ لان احنا متعودين دايما الكره المصريه انديه ومنتخبات ما يعني سيبك من دور المجموعات حصل كتير مع النادي الاهلي حصلت مع نادي الزمالك حصلت مع المنتخب قبل كده يعني اخر البطوله الاخيره اللي هي 2021 كانت في الكاميرون المنتخب خسر اول مباراه قدام نيجيريا 1-0 فاز بشق الانفس على غينيا بيساو 1-0 فاز بشق الانفس على السودان 1-0 وبعدين تعاملك في الادوار الاقصائيه حتى وصل المباراه النهائيه وخسرها بضربات الترجيح بس على الاقل في مرحله دور المجموعات كان في فوزين اهو وبعدين بغض النظر عن الفوزين كانوا يعني بشق الانفس وعلى المنتخب كان ارحم من اللي احنا شفناه في اول ماتشين تحديدا في النسخه دي ما انا عايز اقول لحضرتك يعني ايه دي سمه هم خلاص هو الكره المصريه عودتنا على كده شفت الاهلي في دوري الابطال اخر بطوله وقصه اطهر الطاهر والقصه اللي احنا المشهوره جدا حتى نادي الزمالك على فكره اخر بطوله افريقيه خدها كانت 2019 اللي هي الكونفدراليه في دور المجموعات كانت متعثر. حاجه كان متعثر جدا ده بدا بهزيمه قدام جورمايا 4-2 جورمايا كينيا ثم تعادل على ارضه مع نصر حسين ضايع الجزائري 1-1 ثم تعادل على ارضه مع بيترو اتلتيكو الانجولي بل بالعكس ده كان متاخر لولا هدف اوباما في الدقيقه 93 ومع ذلك رجع في الدور في يعني الدور الثاني من دور المجموعات وتاهل وكمل وفاز بالبطوله نفس اللي عمله الاهلي البطوله الاخيره دور الابطال نفسه اللي عمل المنتخب مصر البطوله الاخيره فاحنا صابرين عليه عشان دي يعني لو استمر مسلسل المهازل في الدور مش هينفع اصل هو خلاص انت دخلت النهارده المنتخب طبعا ما فازش ما خسرش انت لازم بقى تكسب خلاص الموضوع طبعا قصه التعادلات خسرت بقى خلاص احنا منتظرين شخصيه البطل شخصيه منتخب مصر اللي بتبان في الوقت بقى الصعب وبتبان بقى في بعيد بقى عن التهريج غايبه ليه الفتره اللي فاتت وتحديدا في اول ماتشين الاستسهال انا مع يعني هو في جزئين الاستسهال وتشكيلات فيتوريا يعني لان كلنا اتصدمنا بال باول مباراه طبعا قدام موزمبيق اللي ربنا رحمنا وقدرنا نتعادل بصراحه ما كناش نستحق المباراه دي اصلا ما نستحقش النقطه لكن جت من عند ربنا عشان تكمل وتاهلنا في النهايه التشكيلات الخاطئه زاد الاستسهال بقى انا عارف مجموعه فيها موزمبيق وفيها الراس الاخضر وفيها غانا ده ماتشنا مع غانا هكون تحدد بس مين الاول ومين الثاني اصبحت هي مباراه فيصليه وطياره يعني مهدت انها طيار منتخب غانا ومهدت ان انت تتاهل بالشكل اللي احنا شفناه الغريب جدا ده فهي ده السبب ان حصل اللاعب المصري عامه بيبقى عنده حاجه كده من جواه ان هو يعني هتيجي طبعا هي ما جاتش بشكل المطلوب يعني لكن المهم هو ما تحقق هو التاهل لكن احنا خلينا برضو نقول بكل امانه احنا لازم نظهر منتخبنا البطوله كلها مفاجآت يعني حد كان يتوقع يعني ماتشين مهمين جدا ماتش موريتانيا امبارح مع الجزائر محدش كان يتوقع خالص ولا حتى الموريتانيين نفسهم ان هم مش بس يكسبوا ده اول فوز لموريتانيا في التاريخ في كاس الامم الافريقيه مشاركتهم الثالثه ومش بس يتاهلوا ده مش بس يكسبوا ده يكسبوا ويتاهلوا كمان وعن جداره يعني كانت مباراه رائعه جدا عملها المرابطون منتخب موريتانيا على حساب طبعا محارب الصحراء المنتخب الجزائري حتى في نفس البطوله ناميبيا حققها اول فوز في تاريخها على حساب تونس في المجموعه الخامسه اللي هتلعب النهارده وبرضه مش عارف ما حدش عارف اي حاجه تونس ومغرب هيلعبوا هما الاثنين عندهم ماتشات بالظبط تونس في المجموعه الخامسه والمغرب في المجموعه السادسه ما فيش حاجه مضمونه ما تقدرش تقول اي حد ياخد اي مركز يعني ياخد طب كراجل صحفي بقى تعنون
التأهل المصري ده بإيه؟ يعني اللي وانت بتزف البشرة لقرائك بتكتب يعني في الحالة دي تكتب ايه؟ يعني احنا هنقول ايه يعني 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 احنا كلام كتير يتقال يعني احنا مثلا يعني مثلا كنا ممكن نقول ايه؟ يعني تأهلنا طبعا ولكن او حققنا المهم ويتبقى الأهم. لكن طبعا هو لا هو يعني لو انا هختار عنوان لي انا شخصيا تأهل مخجل. لان بصراحه يكسف يعني هو ده مش تأهل يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه زي ما في البطوله احسن اربع احسن توالد دول اسوأ احنا اسوأ تواني احنا اسوأ تواني يعني تعرف حضرتك ان احنا لو اتغلبنا 3-2 كنا برضو تأهلنا يعني لو جا فينا جون في الاخر بعد الجون اللي جا في الاخر ده واتغلبنا 3-2 وهتبقى نقطتين وتتأهل. انا ما كنتش واخد بالي وقتها كانت نتيجه ماتش غانا كام. ما هو اللعيبه انهارت في الملعب مفكرا غانا كسبت لكن ما اعرفش ان احنا لو كنا اتغلبنا كمان كنا اتأهلنا لان هي خلاص هنتأهل يعني الموضوع منتهي. مش عارف اقول لك ربك لما يريد. سبحان الله ده ما بيحصلش عشان كده بقول لحضرتك ده سيناريو ما يحصلش الا في السينما الهنديه فقط لا غير يعني. تعتقد ان فيتوريا ممكن يكون اتعلم الدرس القاسي اللي المفروض يكون خد باله منه اصلا من ثلاث ماتشات اللي فاتوا؟ قلت المفروض ما هو المفروض هو هكذا نتمنى هو يعني هو بعد اخطاء التشكيل في المباراه الاولى عدل شويه في الثانيه. طب يلا بقى الثالثه يعني اعمل حاجه بقى يعني هو بقى يعني ايه هو عدل ده احترف منه بالاخطاء الكتيره. انت عندك لعيبه في وسط الملعب يعني في الدفاع المستويات هو في الماتش الثالث مع الراس الاخضر تحسه كده وكان حد جه وشوشه قال له يا اكسلانس خد بالك من كذا وكذا اللي هي طلبات الجمهور قبل اي حد بالظبط يعني طلبات المنطق على فكره هو مش تدخل يعني انت اما كنت مثلا مقعد مثلا تريزيجي ليه انا ما احبش على فكره اتكلم في الامور الفنيه لان الامور الفنيه دي يعني حق صرف للمدير الفني علينا مروان عطيه او ليه؟ مروان عطيه ليه يعني انت طبعا. انت في ايه يا عم يلا ما هي واضحه مش محتاجه ولا انت واخد محترفين يعني الموضوع عندك محترفين كانت باينه كده في اول ماتشين على الاقل ما هي باينه هو بغض النظر عن حاله المحترفين دي ايه بس هم طالما محترفين يبقى ناخدهم في التشكيل الاساسي هو ده اللي عمله ان هو ايه لعب في ارسنال ولا في الدور المصري لا يبقى ارسنال لا ما هي مش كده لا انا لو انا اللي بدرب مش هعمل الكلام اللي انت بتعمله نيمي كان الحقيقه يعني ملوش بصمه واضحه ابدا في النسخه دي يعني. اصل انا رايي في موضوع تاني خلينا يعني بصراحه يعني هتكون كلمه قاسيه انا مش شايفه بصراحه مش شايفه لاعب كوره يعني انا بصراحه الامور اللي بيعمله في الملعب انا بستغرب له جدا يعني انا هو لابد ان هو نفسه يراجع نفسه انت لازم يبقى لك دور لازم يبقى لك حاجه مؤثره في محمد النني تحديدا انت محترف في نادي كبير جدا نادي ارسنال يعني لا لك بصمه ولا في ارسنال ولا في منتخب مصر يعني لابد ان يكون لي حاجه يعني لابد ان هو يراجع نفسه بس في المقابل بقى مين تالق بشكل استثنائي في رايك؟ طبعا بكل امانه مصطفى محمد بشكل استثنائي لان هو كان عنده الهدف انه يعمل ده وده حتى اكبر يمكن مش اكبر افتخر بيه الصفحه الرسميه للدوري الفرنسي اللي هو طبعا محترف عشان هو محترف فنان يبقى في كلام متداول في الفتره الاخيره عن ان كمان يعني هو بصدد تلقي مجموعه من العروض طبعا ما هي بتبقى كده في انجلترا كمان ما هي البطوله دي متابعه بسبب الامور دي يعني دايما يعني مثلا كان في رساله حتى من الراس الاخضر ان يا جماعه المواهب اهي المواهب اهي يعني المواهب حتى يعني مثلا ما حدش خد باله مثلا منتخب بريطانيا امبارح اللي فاز ده السبب فيه والاهم اهم اهم لعيب في المنتخب الموريتاني كان حارس ببكر انياس ده محترف في الدور الفرنسي محترف اساسا يعني ما حدش يعرفه ما حدش واخد باله فدي البطوله بتبين ده بتبين الناس المحترفه اوريدي وبتبين بقى المواهب موجوده يعني دي يعني الشيء بالشيء يذكر بطوله كاس الامم الافريقيه شغاله وكاس الامم الاسيويه في نفس الوقت مع احترامي طبعا شتان الفارق ما فيش مفاجاه في كاس اسيا يعني حتى الناس لما مثلا العراق كسبت اليابان مش مفاجاه ما العراق بطل سابق يا جماعه للبطوله حتى لو كان اليابان الساموراي او الكمبيوتر فريق عريق بس برضو دي مش مفاجاه مش وجهه نظري مش مفاجاه اليابان لما عملت ماتش عالي جدا على كوريا الجنوبيه وحولت الهزيمه الى تعادل ثم فوز ثم كوريا هي اللي تعادلت في الاخر برضو مش مفاجاه بس تاهل فلسطين كان مفاجاه حلوه تاهل فلسطين وتاهل سوريا كان مفاجاه حلوه يعني مفاجاه حلوه بس هي برضو مش عايز اقول مفاجاه قوي لان الصين عفوا فلسطين كسبت هونج كونج 3 لان هونج كونج بس ما وصلتش تعبان جدا الدور 16 ما وصلتش طبعا الاول وهي يعني ايه يعني السيناريو بتاعها كمان على فكره اجمالي مشاركاتها ثلاث مرات بس هي اجمالها البطوله كمان يعني هي بدات البطوله بخساره رهيبه كبيره جدا قدام ايران 4-1 وبصراحه نعذرهم منتخب ايران طبعا منتخب قوي جدا ومنتخب فلسطين كلنا عارفين ظروفه لكنه قدر يتماسك ويجبر الامارات على التعادل مش هي اللي اتعادلت يعني الامارات هي اللي اتعادلت معاها في مباراه الجوله الثانيه واكدت بالفوز على هونج كونج هو ده في حد ذاته يعني هي بطل اسيا في وجهه نظرنا بطل اسيا منتخب فلسطيني المنتخب الفدائي اللي قدر يعمل الانجاز ده زي برضه ما سوريا الظروف برضه الى حد كبير بصراحه سيئه مع المنتخب السوري لكن هو قدر ينجح وقدر يصل
ويفوز ويتأهل امبارح برضو حتى لو تولد، بس ده تأهل برضو. احنا قلنا ان المفاجآت في أمم آسيا أقل بكتير من مفاجآت أمم أفريقيا، لكن المتعة موجودة. بقى في مين فيهم أعلى؟ لا طبعا كأس أفريقيا، ما هي المتعة جاية من المفاجآت، أنت بتتفرج ما أنتش عارف يعني. أنا كنت أقصد كمان الأداء والإمكانيات كل حاجة يعني. هقول لحضرتك على حاجة، متصدر المجموعة الأولى غينيا الاستوائية على بطلين كوت ديفوار ونيجيريا، الاثنين سبق يعني كوت ديفوار خدتها مرتين ونيجيريا خدتها ثلاثه. طبعا غينيا الاستوائيه ما خدتهاش، تخيل تتصدر على بطلين وهزمت صاحب الارض والجمهور رباعيه مذله في ابيدجان. لما تيجي المجموعه الثانيه الراس الاخضر تصدرت على بطلين، مصر 7 بطولات وغانا 4 بطولات، يعني شوف شوف الدنيا رايحه فين. موريتانيا تاهلت على حساب الجزائر بطل نسختين. طبعا. منهم النسخه قبل الاخيره. ناميبيا هزمت تونس اللي هو بطل نسخه 2004. يعني اقصد اقول لك ايه، المفاجات شغاله في البطوله بتاعت هو كان المفاجات. يعني عايز اقول لحضرتك المفاجات اللي حصلت دي عملت قيمه حتى لدور المجموعات. يعني دور المجموعات ده لما العدد زاد من 16 ل 24 بقى دور المجموعات بقى ماسخ شويه. يعني عارف بقى خلاص بقى تاهل ثلاثه منه والدنيا بقى لذيذه وبتاع، فبقت ما بقاش فيها صعوبه. حتى المواجهات القويه بتعتبرها ان ما هي مش مصريه، مصر غانا الكاميرون السنغال كوت ديفوار نيجيريا، ما بقتش نقاط بس كلنا طالعين مع بعض. يعني كلنا طالعين مع بعض فما فيش مشاكل ترتيب بس مجموعات. لكن المنتخبات الصغيره عملت بصراحه قيمه واثاره لدور المجموعات، ان انت تبص تلاقي الجزائر بره بس موريتانيا جوه، ان انت تلاقي غانا بره بس الراس الاخضر جوه. مين يا جماعه الناس دي؟ اول مره كوت ديفوار نفسها قاعده مستنيه. ده كوت ديفوار اسوأ من كل دول. يعني كوت ديفوار فوز موريتانيا امبارح صعب كمان من منتخب من مهمه المنتخب الايفواري اللي هو طبعا بياخدوا 4 توالد. في من الستة في واحد خرج رسمي اللي هو غانا لانه عنده نقطتين، وفي واحد تاهل اللي هو 4 اللي هو غينيا، في لسه باقي 3، ففرصه مع التانيين اصعب. لان مثلا موريتانيا ما عليهاش الاهداف الكتيره اللي على كوت ديفوار، الهزيمه الرباعيه دي. يعني هو النهارده دروجبا مثلا بيدعو جماهير كوت ديفوار تروح تسند المنتخب المغربي، مش عشان يفوز على زامبيا، عشان يفوز بسكور. يعني يا سلام لو فوز 4 أو 5 عشان تدي الامل الاخير لمنتخب كوت ديفوار قاعد مستني النتائج الاخرين. يعني خلينا نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. تحيه لكل حضراتكم وجدد ترحيبي بضيفي الاستاذ محسن لملوم اللي منورنا في حلقتنا النهارده، واللي لسه بندردش معاه عن كاس امم اسيا وكاس امم افريقيا. وعايز اسال حضرتك على احنا في دور المجموعات لعبنا 3 مباريات سجلنا فيهم 6 أهداف وده يعتبر قليل، ودخل مرمانا 6 أهداف وده كتير جدا قوي خالص، ودي إشارة مش لطيفة لازم يتوقف عندها. في رأيك المشكلة كانت فين؟ إيه اللي كان حاصل عندنا في خط الدفاع؟ ما كانش فيه انسجام كبير بصراحة، عشان بس ما نظلمش خط الدفاع لوحده، هو كل المنتخب يعني 90% منه كانت اغلب اللعيبه كلها مش في مستوى. حتى صلاح قبل ما يصاب ما كانش في مستواه، تريزيجيه حتى اللي احنا بنشيد بيه في المباراه الاولى ما كانش في مستواه، امام عاشور في بعض اشواط مباريات يعني ما كانش يعني على فكره. والشناوي نفسه برضو في ناس شافت ان الشناوي برضو ما كانش في مستواه. بقول لحضرتك كل الفريق يعني انا لما بقول 90% ده انا بجامله كمان، ده انا هو تقريبا 100% من المنتخب. بس بعد خط الدفاع بيضم من ضمن الاسماء اللي بيضمها حد زي حجازي مع محمد عبد المنعم، الواحد بيبقى فاهم طيب. انت كده كان طيب ماشي، ما هو لما يكون مثلا حجازي كان مثلا مستواه كان هابط شويه، ده يعني المدرب هيعمل له ايه في حاجه زي كده او هتعمل له ايه؟ ما هو المستوى لما كان مثلا لعيب بمستوى بينزل الباد لك بتاعه فبتلاقي الباقي بيشيله، لكن للاسف المستوى كله نزل بتاع اللعيبه كلهم نزلوا. زائد ما تنساش ان التقدم في الدقيقه الثانيه على حساب موزمبيق بجون مصطفى محمد ادى احساس للعيبه ان الماتش سهل جدا. مصر اصلا قبل البطوله قابلت موزمبيق 5 مرات فازت الخمسه، بل موزمبيق ما سجلتش اصلا جون في ال5 مباريات، تلقت مش عارف 9 أهداف او حاجه زي كده. يعني اقصد اقول لك ان 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 ان, إن المنافس استسهاله هو اللي عمل كده كمان. حتى الناس او الصحافه، وده طبعا ما اقدرش الومها، ان هو اعتبروا وجود موزمبيق معانا فقل حسن 86. انا واحد من الناس كنت شايف كده بالظبط، وانا واحد زي حضرتك 98 2010 كل بطوله تيجي معانا موزمبيق نكسبها ونفوز عليهم ب 2-0 في دور المجموعات وهي تطلع واحنا نكمل وناخد البطوله. صحيح. فكل الامور دي يعني خلت الماتش سهل عند اللعيبه. بقول السهل زائد لما فاقوا كانت ماتش غانا، لو نعرف ان غانا اصلا كده كنا ممكن ندوس ونكسب، لكن احنا اتغرينا في المنتخب في اسماء المنتخب الغاني اللي هو شوف موزمبيق عملت معاه ايه، شوف كاب فيردي عملت ايه. فكل الامور دي
الاستسهال زائد اخطاء طبعا التشكيل، بس هو في الاساس بصراحه اغلب هبوط اغلب مستوى اللعيبه. يعني كلنا شفنا مثلا لما تريزيجيه استعاد مستواه المعروف، شفت عمل ايه؟ شال الفرقه من التاخر للتعادل ثم ثم التقدم قبل ما هم يتعادلوا. يعني اقصد اقول ده اللي بيفرق مع اللعيبه. لكن خلاص يا جماعه، هو اللي حصل حصل بقى خلاص. انا بعتبر في الدور الثاني او الاداره من بدايه من الاداره الاقصائيه مفيش بقى حته ده حقق 9 نقاط زي السنغال مثلا اللي هو استثناء في كل افريقيا بكل امانه استثناء. مفيش افضليه خالص لمنتخب السنغال رغم طبعا قوته ب9 نقاط، ومنتخب مثلا تاهل بنقطتين حتى مفيش افضليه. الاداره الاقصائيه انا 50 50 زي ضربه الجزاء، ملهاش علاقه بقى شوتها ميسي زي شوتها انا، الموضوع منتهي. دي ضربه جزاء بالاضافه لل يعني مع بعض المهاره فيها الباد لك بقى وفيها التوفيق وعدمه، يعني الامور دي موجوده. فهو خلاص انت اتعلم، يعني اتعلم من اللي حصل. لازم 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 بجد فيتوريا يستفيد، لان فيتوريا حتى هذه اللحظه ملوش اي بصمه خالص مع المنتخب. يعني لما نشوف مثلا نقارنه باخر بطولتين، كان مثلا كروش كان ليه بصمه، اي نعم هو كان عامل ترسانه دفاعيه، بس دي في حد ذاتها كانت بتدي لك قوه على الاقل، مبين لك انه ليه طريقه لعب بالظبط. كان بيلعب دفاع ووصل بدي وخسر بضربات الترجيح يعني قدام منتخب السنغال الرهيب، سواء في تصفيات كاس العالم او المؤهله لكاس العالم او في نهائي افريقيا. حتى في 2017 لما وصلنا هناك كان عكوبر برده، كان برده ترسانه دفاعيه. انت فيتوريا لا في ترسانه دفاعيه ولا في شكل هجومي ولا في خط وسط ماسك الزمام، مفيش اي حاجه خالص. يعني هو مدرب ملوش بصمه، هو نفسه اعترف بده. سيبك انت يا استاذ محسن، مفيش زي ترسانتنا الدفاعيه في كاس العالم. كان سنه 98 ولا كان امتى؟ 90. لما ابهرنا العالم 90 90. ما هو ده اللي غيرت قانون كره القدم. الناس كانت ماشيه، ده طرف والله العظيم. يعني كل المدربين بتوع الفرق اللي لعبونا وقتها في النسخه دي من كاس العالم كله بيضرب كف على كف ويقول لك ما احنا مش بناش ما عندناش معانا كده في حياتنا. مدرب ايرلندا وهولندا يعني قال لك انتوا كرهتوني في كره القدم. ما هو ده يعني اكتر حد لما احنا عندنا النزعه دي من زمان، ده اللي عايز اقوله. ماشي يعني ايه يعني ما كانش عندك ساعتها الاسماء الهجوميه الرهيبه اللي جت بعد كده ولا عدد المحترفين اللي بالظبط. فانت دلوقتي ساعتها كان المحترف الحقيقي كان كابتن مجدي عبد الغني سنة 90. صحيح. صحيح. لكن انت بعدين لما بقى عندك مثلا زي جيل 2006 و8 و10 بركات بقى وتريكا وفلافيو انا بتكلم على الهجوم تحديدا وزيدان وكان ميدو في 2006 يعني الامور دي وجده بعد كده 2010، فخليت لك شكل خلاص انت تدافع بس عندك هجوم ناري. وحشنا الشكل ده يا استاذ. ما والله هجوم مصر فعلا قوي. انت احنا عندنا كمان الجيل ده جيل زي الفل والله. انا مش فاهم العطل جاي منين. الست اهداف اللي هجوم محترفين كلهم مرموش يعني مرموش تريزيجيه والثلاثه مصطفى محمد وصلاح. يعني انت عايز ايه تاني؟ بمناسبه صلاح ايه رايك في اللي حصل مع صلاح؟ والله انا شايف المخطئ في القصه دي اتحاد الكوره، اتحاد الكوره ببياناته اللي مش فاهم، ما حدش فاهم منها حاجه. يعني هو لما طلع في الاول بتصدر متاخر جدا. لا مش بتصدر، يعني المعلومات الخاطئه او المضلله. لما هو طلع وقال دي اصابه هيغيب بسببها ماتشين، الماتش الثالث قدام الراس الاخضر وفي حاله اهونه ماتشات دور ال 16، خلاص ده تصريح رسمي وكان ثاني يوم من المنتخب. طلع بعديها يورجن كلوب وراح فاضح الامر وقال ده هيجي يتعالج عندنا وهيرجع لمنتخب مصر لو وصل للنهائي. وان اصابته اكبر من اللي انتوا فاهمينه. خلت الناس تحاملت على صلاح، دي المعلومات اللي جايه لنا. وانه طب خلاص مش عايزينك وانت جاي لنا ليه وانت مش عارف تعمل ايه. طلع برضه بعد كده طبيب المنتخب يعني. لا قبل طبيب المنتخب لما طلع رامي عباس اللي هو وكيل محمد صلاح وراح شارح القصه وقال لا ده يغيب من 21 ل 28 يوم. طب يا جماعه فين القصه؟ طب ليه اتحاد الكوره ما قالناش التشخيص ده؟ صحيح وقتها فنبقى احنا عارفين. وقال يا جماعه كان في اتفاق بينا عادي. ما مثلا في قصه مثلا اصابه محمد الشناوي على طول يا جماعه ده الراجل هيطلع ويتعالج في المانيا وبالتنسيق مع الاهلي وطبيب الاهلي وفي محتاج عمليه جراحيه. الموضوع ما خدش دقيقه، كان واضح وصريح من الاول ما فيهاش اي حاجه خالص. لكن انت في موضوع محمد صلاح انت سبته اتحاد الكوره بتصريحاته الغير موفقه او الخاطئه او المضلله زي ما تقول قول سلمت محمد صلاح للسوشيال ميديا وللجمهور بمعلومات خاطئه فاصبح في مرمى الهيرة. دايما التعامل مع محمد صلاح من قبل اتحاد الكوره بيكون بحساسيه مفرطه. دي ما فيهاش حساسيه، يعني هو في كلمه مش عايز اقولها، يعني ده يعني اقول ايه؟ ما هو ده يعني ده عبط يا جماعه اللي عملوه ده عبط والله. يعني انتوا ايه اللي انت عملتوه ده؟ يعني انتوا اطلع من الاول قول الاصابه بتاعته هتطول وفيها كذا وفيها كذا وتم التنسيق مع. طب انا ارجع اسال حضرتك برضو مع تاني، طبيب الفريق المنتخب قال لك لا ان الاصابه التشخيص بتاعنا مظبوط واحنا مش قليلين. ما معناه يعني احنا مش قليلين وبنعرف نشخص؟ والنتيجه ايه؟ ما معناه يعني والنتيجه ايه؟
طب احنا نروح فين بقى كجمهور ونفهم ايه ونستوعب اتحاد الكوره؟ وبعدين انا مستغرب اتحاد الكوره، انت مش عارف تدير يعني بمنظومتك الاعلاميه وبمنظومتك الاداريه دي، مش عارف تدير ملف زي ده بسيط جدا سهل جدا، وانت اصلا ما عندكش الا المنتخب، ما يتاخد منك الدوري رابطه الانديه المحترفه هي اللي بتديره اللي هو اكبر معضله عندك، انت فضيت وتفرغت للمنتخبات وريني مش عارف تدير. يعني لاعب اتصاب ولاعب بحجم محمد صلاح اتصاب، مش عارف تقول يعني ثلاث حاجات تطلع وبعدين معلومه مش هم اللي قالوا، احنا اللي قلنا ولا هم؟ مش هم اللي قالوا هيغيب مباراتين فقط، مباراه اللي هي دور اللي هي ماتش الراس الاخضر وبعدين ماتش دور ال 16 في حاله تاهل مصر، هم اللي قالوا مش احنا على فكره احنا ما قعدناش. وبعدين راح يورجن كلوب راح طالع في المؤتمر وقال لا ده هيجي وهيرجع قبل في ماتش النهائي لو فازوا لو تاهلوا. الله ايه الكلام ده، خلت الناس تحملت على محمد صلاح اكتر، وانتوا ازاي والمنتخب واتحاد الكوره ما ضعيف، وازاي هل ازاي يورجن كلوب بيقول حاجه زي كده، يعني خلت الناس تحملت اكتر، حتى الناس بقت تتريق على محمد صلاح وقاعد في المدرجات بتقول ده بيمثل الحزن وبيمثل الفرحه وهو ماشي عادي اهو كمان وهو مش عارف ايه وفي حاجه هي مستاهله يسافر. راح طالع رامي عباس وراح عامل التغريده اللي هو من 21 28 كان اذكى واحد في المنظومه دي رامي عباس، لما الوكيل لما طلع قال من 21 28 وبعدين اتحاد الكوره راح طب ما اقول بقى من الاول يا عم قول من الاول الدنيا واضحه وصريحه زي ما حصل مع محمد الشناوي، الراجل اتصاب ربنا يشفيه طلع ده محتاج عمليه جراحيه وسافر لالمانيا الموضوع انتهى ما خدش حاجه. صح. لحد اتهم محمد الشناوي بالتهرب ولا حد قال مثلا كان في شفافيه بالظبط ولا حد قال ما يكمل ما هو يقدر ما فيش الكلام ده، بس الموضوع واضح وصريح. صح. ده تشخيص، فعشان كده هم اتعلموا في ده في الشناوي، لكن عملت جدل اثرت جدل العالم كله بيتكلم عليه، ما هو شئت ما بيت محمد صلاح هو النجم الابرز في البطوله كلها وليس فقط في منتخب مصر، يعني انت شوف المباراه في الملعب والكاميرا على محمد صلاح في المدرجات لانه النجم الناس كلها بتروح له الكاميرا بتروح له الاخبار عنده. بما ان تم ذكر موريتانيا كتير في قعدتنا دي وفي دردشتنا دي، فانا عايز اعرف حضرتك ان احنا معانا على التليفون ومن كوت ديفوار تحديدا الاستاذه امنه محمد المصطفى الناقده الرياضيه الموريتانيه. بنرحب بحضرتك يا فندم، صباح الفل عليك ومبروك طبعا للتاهل الموريتاني التاريخي لدور ال 16 على حساب منتخب الجزائر، صباح الفل على حضرتك اهلا بيكي. صباح النور وليكم جميعا، والله شكرا للمشاعر الجميله واحنا سعداء جدا 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 لا تصف فرحه الشارع الموريتاني بهذا التاهل التاريخي للمنتخب الوطني وكان على حساب منتخب كبير وعريق مثل منتخب الجزائر. طبعا صحيح، وعايز اقول لحضرتك ان يعني اسم موريتانيا كنت لسه حتى بقول بكلم مع ضيفي اللي منورني ان موريتانيا اتقال اسمها كتير في القعده دي وكل الكلام كان مقترن بالاستحسان، يعني كانت مفاجاه مرضيه وطيبه للكل ولا سيما لينا كمان هنا يعني كمصريين. والله يا رب الفرحه ما شاء الله من ساعه ما احنا خرجنا من صادره الحكم واحنا ما شاء الله الحديث كله عن موريتانيا في وسائل التواصل من المصريين خصوصا فرحه قاسمونا فرحتنا في هذا التاهل التاريخي للمنتخب الوطني لدور ال 16 في مشاركته الثالثه من نهائيات امم افريقيا، هو فقط تاهل ثلاث مرات على التوالي وهذه مشاركته الثالثه نجح في ان يصعد للدور الموالي. التاهل الموريتاني كان مفاجئ لينا كلنا، هل كان مفاجئ لكم انتم كمان؟ الحقيقة أن التفوق على الجزائر كان مفاجئ وليس مفاجئ، نحن نعرف مدربنا أمير عبدو أنه يحب مثل المواجهات الكبيرة، تذكر سيناريو تأهل له مع جزر القمر بلاده 2021 في الكاميرون حين أقصى غانا في المباراة الأخيرة، خسر أول مباراتين في المجموعة في دور المجموعات وفاز في المباراة الأخيرة ضد غانا، خسر مباراتين سهلتين وفاز على غانا في المباراة الأخيرة وبعدها تأهل إلى الدور الموالي وخرج من الكاميرون بصعوبة بعشرة صاعدين أمام الكاميرون مع جزر القمر، لذلك هو دائما ما يحبب المواجهات الكبيرة. كنا نأمل أنه هنا أو نعتقد أن هناك شيء سيقدمه، هو كان تحدث أيضا بثقة كبيرة قبل المباراة أنه سيفصل الجزائر. تمام، انعكاسات بقى هذا الفوز وهذا التأهل التاريخي على الشارع الموريتاني، عايزين نعرف من حضرتك تفاصيله عاملة إزاي؟ والله هي مدينة نواكشوط البارح لكن العاصمة ليست نواكشوط لوحدها نوابيب وأن كل مدن موريتانيا، لكن نواكشوط تحديدا عاصمة لمسنة من البارح بهذه الفرحة بالتأهل،
وايضا اللاعبين والجهاز الفني ورئيس الاتحاد الوطني لكره القدم كلهم كانوا باتصال مع الرئيس الموريتاني محمد الشيخ القطواني تهنئه لهم بحجز التذكره لاول مره في تاريخهم ودفع معنوي لهم من اجل تخطي الراس الاخضر في مباراه المواجهه القادمه ان شاء الله. طب والاجواء بقى عند حضرتك، وانا عارف ان انت بتكلمينا من كوت ديفوار، الاجواء عندكم عامله ازاي؟ اجواء البطوله بشكل عام. الاجواء جميله هنا، ونحن اكبر جاليه لموريتانيا في اي دوله هي في ساحل العاشر، اكبر جاليه لدى موريتانيا في الخارج هي في ساحل العاشر، لكن في ابيجان ونحن نلعب في مدينه بواكي، لذلك الجماهير تتنقل كانت 350 كيلو لتحضر مباريات المنتخب الوطني، خسرت اول مباراتين بعضها صعب، لكن في النهاية فرحت أمام الجزائر، وهذا التنقل ومن مدينة إلى مدينة من سندة المنتخب حصلت في معروف المباراة الأخيرة. جميل، أنا بكرر التهاني لحضرتك ولكل الشعب الموريتاني بعد هذا التأهل التاريخي، مليون مبروك عليكم، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا في حلقتنا النهارده. الدنيا والعة هناك. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، أضيف حاجة، إن هم المنتخب الموريتاني يعني بغض النظر عن فوز امبارح على الجزائر، بس هو غطى على إن هو الماتشين الأولين اللي في المجموعة ضد بوركينا فاسو وأنجولا، أو أنجولا الأول وبعدين بوركينا الأول، عملوا بصراحه ما كانوش يستحقوا الخساره في الماتشين. ليه؟ لما تشوف مثلا ماتش بوركينا متعادلين وعاملين ماتش قوي جدا وخسروا في الدقيقه 90 يعني، وكان بضربه جزاء يعني كان فيها بعض التهور من المدافع لما الكره لمست ايده دي يعني، خسروا في الدقيقه 90. المباراه الثانيه خسروا 3-2 من انجولا، بس قدموا مباراه اكثر من رائعه يعني، بابكر ده سجل جون عالمي، الجونين بصراحه الجونين بتوع موريتانيا بالثلاثه ولا بتوع انجولا، بصراحه ماتش قوي جدا، عملوا ماتش انا بقى تشفق على حارس مرمى بوركينا من الاهداف القويه جدا ليهم، يمكن حتى الزميله امنه كانت كاتبه حتى في الصحف الموريتانيه ان الفوز ما زال لم ياتي بعد، يعني هم كانوا قريبين جدا من تحقيق الفوز في الماتش دي على فكره، وهم زعلوا اكتر، وانا يعني الماتش احنا بنتابعه بعيد عن طبعا تضامننا كعرب، لا انا زعلت ان هم كانوا يستحقوا يعملوا حاجه طبعا. فقلت سبحان الله هيخسروا بقى من الجزائر، ما كانش حد يتوقع، ربنا كافئهم كافئهم بشكل عام على ادائهم، بصراحه يستحقوا كمان في حته مهمه جدا في صالح البطوله وجود تحديدا منتخب موريتانيا، لان اكبر جاليه هناك منتخب موريتانيا ومنتخب بوركينا فاسو، دول اكبر جاليتين موجودين في كوت ديفوار من ضمن ال 24 فريق يعني، بعيد طبعا عن الارض اللي هو صاحب الارض الجمهوريه كوت ديفوار، عشان كده وجود الاثنين تاهل الاثنين ده فصالح البطوله نفسها، حتى لو كان مش هيعرفوا يكملوا بعد كده بسبب المواجهات ان هم هيقابلوا الوحش الكاسر كاف فيردي في المباراه الكاسر. طبعا طب بقى وحش كاسر دلوقتي الوحش شفت بقى القرش الكبير ده. تعالى بقى نقف شويه عند ملف التحكيم ورؤيتك للتحكيم في هذه البطوله، والحقيقه ناس كتير عندها تحفظات. لا بس هو خلينا طالما حضرتك جبت سيره التحكيم، التحكيم المصري بصراحه رائع جدا في البطوله بكل امانه صحيح. يعني هو فاجئنا احنا كمان يعني جدا جدا واثقين فيه، بس هو يعني فاجئنا اكتر مباراه الافتتاح وكذا كذا ماتش، بصراحه حكامنا كلهم محمد عادل بقى ولا البقيه بصراحه عاملين مباريات رائعه جدا جدا جدا. التحكيم يعني الفار لحق الحاجات المهمه دي اهم شيء، يعني كان هيطير منك جون بتاع الجميل بتاع مصطفى محمد في الماتش الاخير لما اللي هو يعني رجعها على ان جت في كتفه، بس طبعا الحمد لله هي فعلا ما جتش في ايده بصراحه، كانت هنا بس هو عشان الكاميرا هي كان خطا، بس هم عدوها 90 مره من ظهر بالظبط، ما عشان ما عندهمش الكاميرا قاعد يقول هاتوها لنا من زاويه ثانيه، ما هي يعني. هو ما فيش لان هو واضح ان ما فيش ايه، لما راح جايب لقطه من ورا الجون وعمل عليها كلوز فباهتت الصوره ما كانتش تفصيلتها ما بانتش، الريزوليوشن بتاعها كان ضعيف جدا، فعشان يبين من على الجنب فهذا كان خطا التصوير مش خطا الحكم، ومع ذلك الحكم الحمد لله يحسب ليه ان هو يعني رغم الجدل لا حسبها ضرب حسبها هدف مش لمسه يد، لان فعلا مش لمسه يد، بس هي الحركه بتاعت مصطفى كان مبالغ فيها شويه، فادت ايحاء ان هي كده، لكن بصراحه انا مش شايف استقبلها حلو وشطح لا هو بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له يعني ان شاء الله باذن الله يعني هو مع المجموعه دي عشان ما يبقاش منتخب صلاح بس صلاح وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد والبقيه عشان ما ننساش الناس برضه عشان ايه ده بيدي سبورت اعلى للمنتخب المصري قيمه اكبر كمان في اللعيبه بتاعته، عشان كده بقول ان التحكيم لا انا التحكيم كويس يعني بعض الديفوهات البسيطه جدا والفار موجود الحمد لله. واحنا اكيد بنتمنى لمنتخبنا الثبات والنجاح يا رب والنصر والفوز فيما هو قادم. انا بشكرك على وجودك معنا استاذ محسن، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، واكيد بشكر كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعة، بإذن الرحمن يتجدد اللقاء يوم الأحد الجاي وحلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليكم.